حكاية بقية في فصول هذا المساء. أنقل الكلمة والميكروفون للزميل سالم برحضيرم. شكرا للزميل سعد بن متلع العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أجمل تحية من هنا من أرضية ميدان الشحانية وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة الريان، قناة الكاس، قناة دبي ريسنج وقناة ياس الفضائية. ومن فعاليات هذا المهرجان مهرجان وختامي ميدان الشحانية، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. تابعت ويانا أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام الشوط الأول، الشوط المفتوح للثنايا ذهب مع تمويل لهجن الرئاسة بقيادة المضمر المجاز محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. سلام يا دولة الإمارات العربية المتحدة، سلام لجماهير هجن الرئاسة، سلام للبو حمدان، سلام للمجازف على انتزاع تمويل شلف الثنايا المفتوحة. وهنا رمز أيضا، خنجر أيضا للثنايا الجعادين لأصحاب السمو والشيوخ في هذا الشوط. وجاء أيضا بالإضافة إلى الخنجر مليون درهم، ايضا جائزة قيمة ثمينة. نتمنى التوفيق والنجاح للجميع، ونشاهد ايضا منافسة شيقة على ارضية هذا الميدان في هذا المساء مع سن الثنايا، سن المسافات، سن المسافة 8 كيلومتر، ملبي على المقدمة لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ننتقل الى المركز الثاني، الذيب لهجن الشحانية بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية. المركز الثالث، المركز الثالث الجارح لهجن الشحانية بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية. وفي المركز الرابع، المركز الرابع الرويس لهجن الشحانية بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية. وفي المركز الخامس أرى أيضا تسلل على المركز الخامس، مبشر من المركز الخامس إلى الرابع إلى الثالث إلى الثاني. يا سلام، يمبشر يبي يبشر أيضا بالناموس بهذا الشعار، الشعار الحمر لون الخطر على مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات. لكن الشعار العنابي لكلمة يغير، ينتقل إلى المقدمة. ها هو الذيب لهجن الشحانية بقيادة المشاقب والحوت محمد بن خالد العطية، مبشر على المركز الثاني لهجن الرئاسة بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الثاني، المركز الثاني يغير من المركز الثالث إلى المركز الثاني إلى المركز الأول، الجارح لهجن الشحانية بقيادة المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الرابع، نشوف الفايز لهجن الشحانية بقيادة المضمر الشبل جابر بن سالم بن فوران المري. من الرابع إلى الثالث المركز الخامس، ناخذ اللي على المركز الخامس، الرويس لهجن الشحانية بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية. المضمر الحوت، يا سلام، الحوت نازل بقوة في هذا الشوط، يبي يبتلع الخنجر، يبتلع السلامات ويهدي الفوز والناموس إلى جماهير الشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية. حتى هذه اللحظات نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى الجارح، الجارح على المقدمة لهجن الشحانية بقيادة المضمر الحوت محمد بن خالد العطية. المركز الثاني، الفايز على المركز الثاني، واعتقد أنه ولد الفايز، نعم ولد الفايز، ولد الهرش متواجد على المركز الثاني في هذه اللحظات.
لحظات لهجن الشحانية بقيادة المضمر الشبل جابر بن سالم بن فوران المري. مبشر يبشر بالخير يبشر بالناموس. هناك تمويل بشرت أهالي دولة الإمارات محبين هذا الشعار، شعار مؤسسة هجن الرياسة الذي تعود ملكية هذا الشعار لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة أبو الجنون المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. بشروني عنك ما يدرون عني، ما دروا باللي شغل فكري وظني يا أبو محمد. ننتقل إلى المركز الرابع. المركز الرابع هنا الذيب لهجن الشحانية بقيادة المضمر الحوت محمد بن خالد العطية. وفي المركز الخامس ملبي لهجن الرياسة بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة. وأشوف الغدوم أيضا هنا هجن العاصفة قادمة مع الكاحل، الكاحل لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث، غياث الليالي، غياث متواجد مع الكاحل على المركز الخامس على المركز الرابع. وفي طريقه يبا أيضا يقدم أحسن عروضة في هذا المهرجان، المهرجان الطيب. ومثل ما قال الشاعر نبغي نشارك العيالة وين ما في ركضهم خلة، عندهم تطرب الميالة لتير الركض والتلة الضبيم الصوت ميفالة من كثيف وجمعة الملة. شفناها في تمويل اليوم وهي تنتزع الشلفة تهديها إلى جماهير وشعب الإمارات. نشوف المركز الخامس من الجانب الثاني. أرى المختبر لهجن الرياسة بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هذه النتيجة، هذه النتيجة، والفائز يفوز حتى هذه اللحظات وهو بمقدمة هذا الشوط. يا سلام، يتربع، يتربع على المركز الأول، صاحب عوايد، صاحب سجل حافل. واليوم، اليوم هنا في الخنجر، في هذا الملتقى الطيب، في هذا المهرجان الطيب، ها هو الفائز لهجن الشحانية بقيادة المضمر الشبل جابر بن سالم بن فوران المري. المركز الثاني، الجارح على المركز الثاني لهجن الشحانية بقيادة المضمر الحوت، الحوت محمد بن خالد العطية. المركز الثالث، المركز الثالث كرار لهجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري. مضمر الدوحة الذي انتزعت الشلفة في سن اللقاية. نشوف المجازف، المجازف غادم من المركز الرابع إلى الثالث. المختبر، واليوم يوم اختبار يا بن زيتون، اختبارك 100 على 100. والمختبر على المركز الثالث لهجن الرياسة بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الرابع، المركز الرابع في هذه اللحظات، المجهر لهجن الشحانية بقيادة المضمر فاران بن محمد بن قريع المري المضمر الصامل. وصل اللي على المركز الخامس، المركز الخامس كرار، كرار وما أدراك ما كرار، انتاج ام الزبار لهجن الشحانية بقيادة المضمر البرنس. امس الخير يا ابو محمد جار الله بن محمد بن عقيل المري. هذه النتيجة، هذه النتيجة، والفايز، الفايز على المقدمة لازال فايز بهذا الاداء المتميز بدون اي اوامر تذكر من مضمره ومدربه والذي يقوم بعنايته، عناية تامة جابر بن سالم بن فوران المري. ركضت الغاي، ركضت الغاي ومرتاح على مقدمة هذا الشوط. سلالة الفايز الشيب، يا سلام، سلالة معروفة، ياي بسطورة، ياي بالجزيرة. يكفي أن أخو الجزيرة، يكفي أن أخو الجزيرة الأسطورة الذي سجل التاريخ من ذهب في هذا العالم، عالم سباقات الهجن، حتى اعتزلت وهي ملفة أبيض، أبيض ناصع، ناصع بالذهب.
صاحبة. يا السلام، هذا أخوها، على فكرة أن أخوها نفس الدماء، نفس ما نشوفه، نفس السلالة. نحن ما بنقول نفسه، لنقول نفس السلالة، أن هي ناقة، يعني ما مثلها ناقة، أسطورية. ننتقل إلى المركز الثاني، ناخذ المختبر. المختبر بالشعار الحمر لون الخطر، يمر ويعبر، يبا يبا يعبر مثل ما عبرت تمويل. لكن الشوطة شوف الصام القادم، الصام القادم مع المجهر. المجهر هذا يكتشف كل شيء تحت المجهر، 1500 عن خط النهاية، والمجهر قادم لهجن الشحانية بقيادة المضمر الصامل فاران بن محمد اللي يوجد في المختبر. نعم، المجهر هو على المركز الثالث، بس شوف الشو قادم، الشو قادم، ادخان، ادخان، يا سلام، منطقة، منطقة شمالي، شمالي ميدان الشحانية، يا سلام. هذا ادخان على المركز الثاني لهجن الشحانية، قادم بقوة. ها هو ادخان بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية. انا التهيت اذيع المراكز، وين الفايز؟ وين؟ يا السلام، والفايز يتجاوز لوحة الكيلومتر الأخير. يا أهل أم الزبار، بتخبركم عن الفايز. شو صحته؟ ربه بخير وطيب اللي ينتج مثل هذيل الجزر، الجزر على أرضية الميدان. هذا جزيرة، جزيرة من سلالة الفايز، وطارت على المركز الأول، جزيرة ناموس، جريت جزيرة سبقة. يا السلام، يا الشبل، الشبل، الشبل مع الفايز، وفاز الفايز. يغرد خارج السربة على الوتر الأول، خاطري أسوي لك موال يا الفايز. يا السلام، يا الفايز، وطار الفايز. وين يا الفايز؟ سلام يا الدوحة، سلام يا الشحانية، سلام يا الأدعم، سلام يا الشبل، سلام يا الذهبي، على هذا الأداء المتميز. ها هو الفايز يفوز بالمركز الأول. الجماعة قادمين، العاصفة قادمة، لكن هو خلاص بعد المسافة، طار بالخنجر، طار إلى جماهير هجن الشحانية. سلام يا الأدعم، سلام يا العنابي، سلام يا الشبل، يا السلام، سلام عليك يا الفايز يا الشيبة، سلام عليك يا أم الزبار. تهانينا لجماهير ومحبين هجن الشحانية على فوز الفايز بخنجر. الثنايا الجعادين المفتوح، تهانينا للمضمر الشبل جابر بن سالم بن فوران المري المركز الثاني. ادخال لهجن الشحانية بقيادة مضمر محمد بن خالد العطية. المركز الثالث الكاحلي لهجن العاصمة بقيادة مضمر غياث الهلالي. المركز الرابع الذيب، المركز الرابع لهجن الرياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الخامس الرهاوي، على المركز الخامس لهجن الشحانية بقيادة المضمر فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري. يا سلام يا الشبل، يا سلام يا الفايز، يا سلام يا الفايز الهرش. وين محبين ومتابعين؟ سلام عليكم يا أهل أم الزبار، اعتنوا، اعتنوا بالفايز الغالي، ذكرنا بالجزيرة الأسطورة، يا وذكرنا بخود وارتياد ودهشة وكحل وعجايب العاصفة. يا حيو الفايز، حيوه، حيو الفايز، حيوه يا جماهير. نشوف وناخذ التوقيت، توقيت الزمن يساعد وصول الفايز إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة 8 كيلومتر بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. قاطع مسافة 8 كيلومتر 11 دقيقة 50 ثانية 42 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا للمضمر الشبل جابر بن سالم بن فوران المري، والذي وصل في المركز الثاني. دخان على المركز الثاني 11 دقيقة 55 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا لمضمر دخان محمد بن خالد العطية، والذي وصل في المركز الثالث. الكاحل قاطع مسافة 8 كيلومتر في زمن وغدرة 8 دقائق 11 دقيقة 55 22 جزء من الثانية. ياهو شوط، ياهو توقيتات في هذا المساء. هناك تمويل كسرت التيمة في الابكار،
11 دقيقة 47 ثانية و79 جزء من الثانية، وهنا أيضا تيم الفايز أظن يجعادين ما يكسرنا. تهانينا للجميع. الشوط الثالث بصوت زميلي محمد بن بريك المري، وكلمة لك يا أبو بريك.